بعد أن شاركتمونا قبل حوالي شهرين مباشرتنا بإعداد والتهيؤ لإصدار الطبعة الرابعة لدليل غرفتنا التجارية من خلال شركة بصمة جروب، وبعد من الله علينا بالتوفيق والنجاح في ذلك، نتوجه وبفخر وثقة المتواضعين أن نضعه بين أيديكم الكريمة كثمرة يانعة رائعة. حضورنا الأكارم بهذا المهرجان التجاري الكبير من أجل أن نلتقي بموصل نسابق بها الجميع ونسابق بها المدن الحديثة. اليوم لله الحمد والمنة، كل أبناء نينوى يفتخرون بمحافظتهم وبمدينة الموصل عاصمة هذه المحافظة. اليوم خطينا خطوات كبيرة، وإن شاء الله تستمر هذه الخطوات نحو التقدم إلى أن نحقق جزء كبير من طموحاتنا حسب مراسمي لهذه المحافظة. التجارة هي جزء مهم، قطاع مهم لمحافظة نينوى. الاهتمام بقطاع التجارة شيء واضح وشيء كبير. الحركة التجارية اللي موجودة حركة جيدة، وهناك إقبال كثير على الأسواق، ليس من أبناء المحافظة فقط، لكن نشوف كثير من المتبضعين من خارج محافظة نينوى بشكل يومي يمون هذه المحافظة وأسواقها. احنا داعمين لهذا القطاع بشكل كبير كحكومة محلية، وداولنا أمس أنا والأخ مدير البلدية أيضا، راح إن شاء الله هناك مكان راح يخصص لمعرض نينوى الدولي اللي نأمله أن يكون هذا المكان هو مكان شراكة بين غرفة التجارة وبين قطاعنا الحكومي ممثل ببلدية الموصل. الدستور التجاري الذي يعد مرجعا للمستثمرين ورجال الأعمال في مدينة الموصل، هذه النسخة الرابعة له، يتسلمها الآن الأستاذ نجم الجبوري محافظ نينوى. نحن اليوم في ضيافة غرفة تجارة نينوى، هذه الغرفة العريقة التي تأسست منذ عام 1926، اليوم نظمت مؤتمرا واحتفالا كبيرا يستمر لأربعة أيام حول الفعاليات التجارية والشركات الموجودة في محافظة نينوى. المعرض جميل جدا، افتتح أيضا بتسليم الدليل التجاري لمحافظة نينوى والذي يضم معظم الشركات والمصانع والمطاعم والفعاليات التجارية الموجودة في محافظة نينوى. تمنياتنا أن تزهو هذه المحافظة، أن تزهو كل محافظاتنا العراق، أن تكون الموصل فعلا مدينة التجارة ومدينة العلم ومدينة خضراء إن شاء الله.